بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، درسنا اليوم بالرياضيات مساحة الدائرة. الجولدن إنجلت الدرس أن تجد مساحة الدائرة، تطبق مساحة الدائرة في حل مسائل عملية. الآن أول إشي نتعرف على مساحة الدائرة والقانون اللي هو نون قاف تربيع باي. نأخذ أول مثال، دائرة نصف قطرها 10 سنتي، احسب مساحتها. على طول بنعوض القانون اللي هو مساحة الدائرة يساوي نصف القطر تربيع ضرب باي، ويساوي بنعوض مكان نصف القطر بعشرة تربيع ضرب 22/7. 10 تربيع يساوي 100 ضرب 22/7 وتساوي 2200/7، تقريبا 314 سنتيمتر مربع. الآن بالنسبة لقانون مساحة الدائرة، أحيانا بيجينا القانون إنه المساحة معلومة ونصف قطرها مجهول، مش زي السؤال الأول إنه أو المثال الأول إنه كان عندنا نصف القطر معلوم والمساحة مجهولة. الآن حنشوف كيف بدنا نحل مسألة إنه يكون مساحة الدائرة معلومة ونصف قطرها المجهول. نأخذ هذا المثال، دائرة مساحتها 154 سنتيمتر مربع، احسب نصف قطرها. إذا المساحة معلومة، الآن بنطبق القانون، المساحة تساوي ن ق تربيع باي، وتساوي مكان المساحة بنعوض 154 سنتيمتر مربع، نصف القطر مجهول، ومكان باي بحط 22/7. بدي أخلص من 22/7 عشان أخلي نصف القطر لحاله، فبضرب بمقلوبها 7/22 و7/22 بالطرف الآخر. نختصر، طبعا بتروح 22/7، نصف القطر بس اختصرنا 22 مع 154 طلعت 7، 7 ب 7 49. الآن أنا ما بدي نصف القطر تربيع، بدي نصف القطر لحاله، فباخذ الجذر التربيع للطرفين وبيطلع نصف القطر 7 سنتيمتر. في عنا أمثلة ثانية على إيجاد مساحة إذا كان المحيط معلوم. يعني أنا أعطيك مسألة إنه دائرة محيطها 22 سنتي، احسب مساحتها. أول إشي بطبق قانون المحيط عشان أوجد نصف القطر من المحيط. بعد ما أوجد نصف القطر بستطيع أني أوجد المساحة. المحيط 22 حسب ما هو معطيني بالمثال، يساوي 2 ضرب نصف القطر ضرب 22/7 مكان باي. بخلص من 22/7، بعد ما أضربها باثنين بتصير 44/7، فبضرب بمقلوبها 7/44 والطرف الآخر 7/44. الآن بختصر، طلع عنا 7/2 وهي 3.5 ويساوي نصف القطر. بعد ما أعرف نصف القطر بستطيع أني أوجد قانون أوجد المساحة على القانون اللي هو المساحة يساوي نون قف تربيع باي، ويساوي مكان نصف القطر بعوض 3.5 تربيع ضرب 22/7، بفك 3.5 عبارة عن 35/10 ضرب 35/10 ضرب 22/7. مع الاختصارات بطلع عنا 77/2 واللي هي 38.5 سنتيمتر مربع، وهي المساحة. إذا هذا بالنسبة لدرس المساحة. طبعا حل الأسئلة سبق وإحنا نزلنا لكم إياهم على الجروب، وإن شاء الله أي سؤال بتحتاجوه طلابي بتقدروا تتواصلوا معي. و تم الحمد لله الدرس.